الجمهور اسكندر بيك. جوهر، حط هذا الصندوق على طاولة المدعي العام. هي مو قنبلة، ما هيك اسكندر بيك؟ أنا طلبت منك تحكي، بتحط الطرد وبس. وليش عصبت؟ يعني إذا قنبلة مشان نعرف شلون نمرقها، هي كمان إلى أصولها. ولك إذا بدي أقتل المدعي العام ليش لحتى فجر غرفته؟ الزلمة بده يخاف ما يلاحي الإفادات. طيب معناتها أنت شو حاطط فيه؟ ليش لا يخاف المدعي العام؟ خلينا نعرف يومين ثلاثة ومستفيد من الشغلة. طلع لبرا ولك، طلع. شو عم تحكي مع رفيتك انت؟ اطلع من وشي. بطلب لك إبرة سكر مكعبات. وين في رجال فاضيين تجي بتلمهم حواليك يا صاصة؟ أنا بيلزمني رجال فاضيين لعبيهم. شو بعمل بالرجال المليان؟ بعبي الفاضي لحتى يشتغل. في أخبار عمي ماتي؟ الأولاد سرقوا تليفونه كمان، ما بيحسن يتصل ليوصل على المكتب. إمتى بيوصل؟ السنة ولا السنة الجاية؟ الله أعلم. حجاج أيام زمان كانوا يروحوا بست شهور ويرجعوا بست شهور. عملنا ميماتي مثل حجاج أيام زمان. ها، ضغط عليه أكتر، بدي إياك تضغط عليه لحتى يجن. إذا أنا تركته ببعث له جوهر، بيحكي معه كلمتين بيجننه. جوهر بيجنن اللي عمره ما جن. إيه بعرف طبعاً.